السلام عليكم. دايف هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نهضروا فيه على اللايف اللي درته في الحلقه او في الفيديو السابق، يعني الفيديو باقي في البلاشين اللي بغات يشوفوه. هضرت لكم بزاف على يعني على الاخبار وعلى كيفاش يمكن لك انك تستغل الفرصه ديال الادسنس وربح من الادسنس من خلال استعمالك اليوتيوب وتستخدمها في الربح من الانترنت. فبزاف ديال الناس اللي شافوا هذاك اللايف وبداو تيخدموا على الاخبار ولكن عانوا واحد المشكل هو عدد المشاهدات، ما لقاوش يعني التحفيز من عدد المشاهدات اللي كانت تتوقعوها ان يحصلوا عليها. كاين ناس يعني بدا لهم شي فيديو او جو بدا تطلع لهم، مي هذيك الخدمه كتكون خدمه يعني بارزه، يعني مثلا تخدم فيديوهات غا متوزاك، يعني فيديو يقدر يطلع لك يقدر فيديو يقدر ما يطلعش لك. اما اذا مشيتي خدمتي بالتقنيه ولا مشيتي خدمتي يعني بشكل احترافي، كون متاكد على ان الفيديوهات ديالك كلها غادي تحصل على عدد مشاهدات رائعه، ومن خلالها هذيك المشاهدات من خلال هذيك المشاهدات غتحصل على ارباح بالطبع وغتصعد حتى القناه ديالك. فكيفاش يمكن لك تخدم بطريقه احترافيه وكيفاش يمكن لك تستافد من هاد يعني من هاد الاخبار بالطريقه الصحيحه؟ ما نخدموش خدمه عشوائيه، غنخدموا بالطريقه الصحيحه للنشر، يعني نشر الاخبار على اليوتيوب، يعني الطريقه هي صحيحه، لا تحمل اي ضرر على قناتك. كل ما عليك فقط فعله هو انك تقوم بعمل او بمتابعه هذا الفيديو وتطبيقه. لا نطيل اكثر في هذا الفيديو، سارجوكم مع هذا الشرح مشاهده ممتعه. عبد لكم هاتم اخرى في قناه سمو بو. فبالنسبه لاول شيء اللي غنخدموا عليه في الحلقه هذه وهو القناة على اليوتيوب. بالطبع يعني خاص تكون عندك القناة على اليوتيوب، بزاف الناس ما كيعرفوش كيفاش يفتحوا قناة ديال اليوتيوب. يعني كل ما عليك هو البحث وان تبحث يعني في الفيديوهات السابقة كيف يمكن لك ان تقوم بعمل نشر لفيديوهات اليوتيوب. من بعد ما وضعت اللايف اللي في القناة، بزاف ديال الناس اللي مشاو خدموا على بعض الفيديوهات الأخبارية وما جابتش ليهم مشاهدات، وهذا السبب يرجع لعدم يعني عدم معرفة كيفية نشر الفيديو. فهذه الحلقة هذه غادي نوريكم كيفاش الطريقة يمكن من خلالها انك تنشر الفيديو وتأثر بشكل جيد يعني في اليوتيوب بدون ان تقوم بعمل اعلانات ممولة على اليوتيوب. وكل ما سنعمل عليه في هذا الفيديو سوف تكون في هذه الحلقة يعني جزئين. الجزء الأول وهو التحدث عن النشر، التحدث عن الطريقة الصحيحة لنشر الفيديو وما هي الأساليب التي سوف نستخدمها. الحلقة الثانية وسوف نتحدث فيها عن بوبكاش وكيفية الاستفادة منه في صعود الفيديو إلى يعني الى مراتب جيده في محركات البحث. جيد، اول شيء سنقوم بعمله وهو قناه على اليوتيوب. تقوم بعمل قناه اخباريه على اليوتيوب، تقوم باخذ الاخبار كما سبق وشرحنا في اللايف وفي الفيديوهات السابقه. حاول مشاهده اللايف يعني ما زال مسجل وما زال في القناه، حاول مشاهدته من خلال الذهاب الى القناه والذهاب الى الفيديو. العموم يعني لن اطيل اكثر في هذا الفيديو، كل ما سنتحدث عنه وهي القناه. فهذا يعني فيديو قد تم نشره البارحه، قد تجد هناك 1000 مشاهده لكن اترك يعني 1000 مشاهده في يوم واحد. بالنسبه لي هذا جيد لانه سانتظر يومين او ثلاثه حين الفيديو سوف يصعد يعني عدد كبير. مثلا هذا الفيديو الذي تشاهده الان يعني في اخر 48 ساعه تحصل على 49,000، وهذه القناة يعني انا اعمل عليها الان لمدة يعني اظن ان اسبوع او اسبوعين يعني كحد اقصى. كانت لدي قناة لم اكن استعملها لكن حاليا اصبحت استخدمها واصبحت يعني ارباحي في الموقع ارباحي في القناة جيدة. على العموم سنقوم بعمل ابلود لفيديو بحيث اننا سوف نقوم بمشاهدة كيفية النشر. اوكي، كل ما عليك أن تفعله هو أن تقوم بالذهاب إلى الداون أو التليشارج مؤقت. نعم سأقوم بأخذ الفيديو، الفيديو لدي هنا في الدوكيمون في الكامتازي ستوديو. أوكي أظن أنه هو هذا. جيد، الفيديو يتحدث عن محمد علي لهذا سميته محمد علي.
أول شيء يجب عليك أن تفعله حتى لا تنسى هو أن تفعل خاصية العدد الأول. لماذا أقول لك تفعيل خاصية العدد الأول؟ لأنه بهذا التفعيل سوف يصل بشكل جيد إلى جميع المشتركين يعني في قناتك على اليوتيوب. هذا سيسهل على المشتركين الوصول وسيصل إلى عدد أكبر إلى عدد أكبر من المشتركين في قناتك. محمد علي، أوكي، سأقوم بحذف هذا المقطع. أوكي، سأقوم بكتابة العنوان مثلا من هو. أوكي، جيد، يجب عليك أن تقوم بكتابة كلمة، حينها تقوم بعمل هاشتاغ. أوكي، تقوم بعمل هاشتاغ، تقوم هنا بكتابة المقلي الذي تركز عليه وهو محمد علي. الذي يهدد عاش مثلا رئيس المصري عبد الفتاح السيسي. اوكي، هذا جيد. اوكي، ساقوم بحذف هذا هو. جيد، اوكي. بالنسبة للديسكريبشن، ساقوم بحذف كل هذه الكلمات. اوكي، ساقوم باخذ يعني ديسكريبشن صغير، ساقوم كذلك بحذف يعني ساقوم بعمل افاصي او حذف للتاكس حتى اريك كل شيء على حدة. اوكي، ستقوم اول شيء بالذهاب الى كيورد تول. اوكي، وستقوم بالذهاب الى موقع جوجل. اوكي، بالنسبة لموقع كيورد ستقوم هنا باختيار يوتيوب في هذا المكان، ثم تقوم بكتابة هنا محمد علي. علي، هنا تختار ايجيبت ارابيك لانك تركز على المسا، ستختار هنا ايجيبت ارابيك وتختار هنا سيرش. هنا تقوم باختيار المقلي الذي يهمك. اوكي، انا ساختار هناك 10. اوكي 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 جيد، سأقوم هنا بعمل كوبي في هذا المكان، وسأذهب إلى القناة الخاصة بي، سأقوم بلصقه في التاكس. هذا جيد، يعني هذه المعلومات. أوكي، هذه المعلومات هنا جيدة، هذه الإيمو جيدة. هنا سأقوم بكتابة هنا سي سي، سأقوم هنا بكتابة مثلا هاشتاغ ارحل يا سي سي. هنا سأقوم بعمل مثلا هاشتاغ حل يفشل. هذا يعني هذه الهاشتاغات التي تظهر معك في البداية هي الهاشتاغات التي يجب عليك أن تقوم باستخدامها، لأنها تكون يعني اوكي هذه الهاشتاغات لك كما قلت لك هي التي تكون اوكي هذه الهاشتاغات التي تحدث عنها الان هي هاشتاغات تكون جلبت اكبر عدد من المشاهدات، وهي الهاشتاغات المتوفره الان. يعني اشترك الهاشتاغات ضروريه في يعني في اليوتيوب. اوكي، هنا ساقوم بعمل هاشتاغ مره اخرى.
هذه التطبيقات هي لديها يعني عدد كبير من الأشخاص الذين استخدموها لهذا، فأي شخص سوف يستخدمها سوف تكون لديه نسبة كبيرة في زيادة عدد المشاهدات على الفيديو، ومع ذلك زيادة عدد يعني ستكون هناك كذلك يعني عدد زيادة أخرى يعني في المشتركين وكذلك في الأرباح. جيد، هنا سأقوم بعمل محمد علي. أوكي، سأقوم مثلا بأخذ أي موضوع خاص بمحمد علي، مثلا أوكي سأذهب إلى نيوز. أوكي سأختار مثلا هذا التعريف لأن محمد علي هنا يكون يعني لأن كلمة محمد علي في هذا المكان تكون بكثرة. سأقوم بأخذها أوكي هكذا. أوكي سأقوم بأتر الفنان أتر محمد علي. أوكي، فحاول الاسم المستهدف أو الكلمة المفتاحية المستهدفة أن تضعها دائما في ثاني شيء. اوكي، مثلا في المقطع في السطر الاول حاول ان تكون الكلمه المفتاحيه مكتوبه اكثر من مره. اوكي، اتى محمد علي مجموعه من مقاطع الفيديو التي تم نشرها الممثل محمد علي. يعني لا يجب ان تكون المقالة يعني متوافقة على هم، فقط هي يجب أن تكون هناك يعني الكلمة الخاصة بالكلمة المفتاحية المستهدفة يجب عليها أن تكون مكتوبة بشكل كبير جدا في المقالة حتى يتم استهدافها. أوكي، هذا جيد هذا جيد هذا جيد هذا جيد هذا جيد هذا جيد. أوكي، مثلا سأقوم هنا فقط بوضع فقط الى القناة لأخذ يعني فيديو واحد من الفيديوهات السابقة، حتى أخذ بعض الروابط لأضعها في الديسكريبشن، لأن وضع الروابط كذلك مهم جدا في قناتك أو في الفيديوهات بالطبع. أوكي، سأخذ مثلا هذا الفيديو على سبيل المثال بهذا الشكل. أوكي، أنا استخدمتهم بهذا الشكل، يعني أنت وخيارك، يعني أنت تعمل بالطريقة التي تناسبك. اوكي، مثلا هنا ساقوم باخذ هذا الديسكريبشن. جيد، الآن سأقوم بعمل اشتراك بالقناة. وهنا شيء مهم جدا وهو الصورة المصغرة، يعني الصورة المصغرة ضروري أن تعتمد عليها ويجب أن تعرف كيفية استعمالها. كما قلت لك، التركيز على البرمية، الصور المصغرة، التاكس، الديسكريبشن، العنوان كذلك يجب أن يكون مستخدم بالشكل الجيد. يعني هذه الطريقة الأولى التي يجب عليك أن تقوم باستخدامها، والطريقة الصحيحة لنشر الفيديو حتى يجلب لك مشاهدات جيدة بالقناة. هذا شيء واحد هنا بالنسبة للطبع، يعني هذه الأوبشن يجب عليك أن تقوم بملئها. مثلا هنا يجب أن تقوم باختيار اللغة، مثلا هنا العربي
سيلكت يعني نيو ابلود، يعني من اجل ان يكون جميع الابلودات يعني بها نفس الشيء. هنا يجب ان تختار في الكاتيجوري يعني نيوز اند بوليسي، يعني بحيث انك تقوم بوضع يعني الاخبار، وهنا تختار تاريخ عمل ريكورد، وهنا تضغط يعني في البازيك انفو، تقوم هنا بالضغط على برنانو بحيث انك تقوم بنشر الفيديو كما تشاهده معي في هذا في هذه يعني اللحظة بهذا الشكل. اوكي، الان تم نشر الفيديو، وسوف نقوم بوضع الجزء الثاني الخاص بهذا الفيديو حول المشاهدات وكيفية الحصول عليها.